زيادات غير مدروسة، لأنه الزيادة من سعر اللتر من 128 ل 290 دي بتزيد السلع الاستهلاكية للمواطن 3 أضعاف، لأنه الليلة بتاع الترحيل اللي برحل لك من هنا لأي منطقة داخل ولاية الخرطوم إذا برحل ب 3000 بيقول لك 9000. الحاجة دي طوالي بتأثر على المواطن مباشرة في المواد الاستهلاكية حقه. فالحاجة اللي طلعت الشعب من بيوته، الشعب بيتكلم عن الأساسيات البسيطة اللي هي أساسيات البيت، الأكل والشراب والمواصلات. الزيادة دي ما ضرورية على حسب مؤتمر اللي امبارح، المؤتمر الصحفي السيد جبريل، يعني مقتنعين ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقه.